حالة اللي يطلبوا بحقه. لم تتوقف دموع شقيق شهيد ليلة البارحة حتى هذه اللحظة، إذ توشحت منطقة الشرقية حزنا على الشهيدة علي الركابي، إذ فارق الحياة ولم يكتمل فصول دراسته الإعدادية، إذ تلقى الشهيد نفسه إصابات بليغة في العام الماضي على خلفية الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين. شاب 17 سنة طلب يطالب بحقه، طلع حاله حال كل شاب عراقي، يريد خدمات، يريدون وظائف، ليش جاي يجازونهم بالدم؟ ليش؟ وإذا طالبنا بحقنا ما حد يكل الباكر ست بابك علينا وما حد يداعي النبيين. يعني أساس هو الدم انتهى خلص راح تستلم بي راتب، هو شلون راح ينام هني؟ إن كان جيش وإن كان اتحادية وإن كان عشد وإن كان مغاوير وإن كان شغف وإن كان وإن كان، هاي إنجاز أبنائنا بيناتنا هيجي عالم لا يغادر عن التعارك بيناتنا، يومية طايح لنا دم. طلق ليش يسوي له؟ شو مسوي له؟ يعني ليش يسوي؟ ليش يعني ليش؟ ليش؟ فرخ يا اخي طق ارفع روح يروح عليك روح موت كده موت اخاف من الله. هذا احتمر رئيس ابنك احتمر هذا ابنك صار. الحزن والشجب لم تفارق المواطنين في الناصرية، إذ يطالبون حكومة الكاظمي باتخاذ قرارات حازمة لفك أسر المحافظة من تلك الصراعات. ولم يتسنى لنا لقاء محافظ قار ناظم الوائلي. حسب قرار مجلس النواب وخلال زيارة رئيس الوزراء، المحافظة ذي قار بأن محافظة ذي قار منكوبة. محافظة ذي قار تعاني سوء الخدمات عامة منذ 2003 ولحد الآن، أموال الطائلة اللي إجت للمحافظة ما شافت المحافظة منها أي شيء، فقط استعراضات للحكومات المحلية بإكساء بعض الشوارع المحسوبيه والمنسوبيه. ولحد اعداد هذا التقرير قالت مصادر في بغداد ان قوى سياسيه واجتماعيه وصلت ليله البارحه الى لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتفاوض بتغيير محافظ قار الحالي ناظم الوائلي. وابرز المرشحين اضافت تلك المصادر هم من كتلتي الفتحي وتيار الحكمه. لقناه التغيير ايهاب الخفاجي، الناصريه.